كسكس طعام نعمة بربوشة إيش؟ كلها أسماء تنوعت على طبق واحد يجمعنا في الفرح وفي القرح وفي سائر الأيام. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم طبق ورواية. روايتنا نهار اليوم على الطبق الجزائري الأصيل الكسكس. بلا ما نطول عليكم، تابعوا معنا. مرحبا بك شيف حكيم، واش راك؟ الحمد لله. مرحبا بكم في مطعم شيشخان. اليوم راح دير لنا الطبق المفضل عند كل الجزائريين، طعام اللي تانيك مشهور بزاف عندكم في منطقه القبائل، هو طعام اللي يديروه بسبع بقوليات. طعام القبائل يقولوا سبعي سوفان. سبعي سوفان تجي فيه خضر جافه وخضره الاخرى، خضره زروديه، اللفت، بطاطا، ويديروا فيها حميصه، عدس، جبانه، والفول، وكاين اللي يديروا فيها ثاني هذاك لوبيا. لوبيا بيضاء هذيك اللي عندها يعني الخضره الجافه. اللوبيا الكحلاني، يعني نشوفوا الخضر الجافه يخلطوها. والطعام هذا يقدموه بزاف في المناسبات. في يناير يديروا هذا، في يناير، في يناير، في يناير مع اللحم البولي واللحم ثاني القديد تاع الكبش. القديد، القديد اللي نملحوه في العيد، نملحوه ومن بعد ينشفوه ويخبيوه. كيجي مناسبة تاع يناير يخدموا بها طعام، ويخدموا بها باسكو يطلق البنة، انه يطلق البنة هذيك. يطلق البنة وعندنا حتى نشوفوا مثلا في الصحراء كي نحط الكسكس يقولوا له كسكس البيطراف. هو ماشي البيطراف اللي نعرفه، بصح يديروا له السلق، يطيبوه بالسلق وبالاعشاب. عندنا ايضا فديجل، طعام بالحوت، يديروا طعام بالحوت. وايضا في الغرب عندنا السفه اللي يديروها بالعسل، بالفواكه الجافه، بالمكسرات. فنشوفوا كل منطقه دير الطعام بالمكونات اللي كاينه عندها. صح، قلنا شاف اليوم وش من نوع تاع الطعام راك حدير لنا تحضروا معنا؟ احنا الطعام اللي مولف نحضروه طعام تاع العرس وصحمراء، والخضره اللي متوفره في هذيك لا سيزون. يديروا اللوبيا وزروديا واللفت، كاين يديروا اللوبيا واللفت والقرعه، وكاين ثاني اللي يديروا بهذاك قرعه حمراء كابويا. كابويا يلا اليوم معنا نديرو كسكس مرقه حمراء بالخضره. مرقه حمراء، يلا واش رايك نروحو ونشوفو كيفاش تحضرو لنا؟ داكور، فوالا من نقول لكم مشاهدينا تبعوا معنا نشوفو طريقه التحضير. اليوم نوجدو طعام كسكس، مو عندنا اللحم، بصل، طماطيش، رحية، حميصة تكون شمخناها، عندنا لي زيبيس، نستعملو حنا فلفل عكري، ملح، كزبر، راس الحانوت، فلفل كحل، وشوية كركم. مول الخضرة عندنا زروديا، قلعة، واللفت. اللحم احنا في قبائل ماجوريتي يطيبوه باللحم بقري، ما يقليوش اللحم باش ما تجيش قرا. نبداو نحطوا اللحم تاعنا يطيب، بعد كي بدا الماء يغلي، بدا الماء يغلي نبدا نزيدو لي زانغريديون. بون، نحطو بصل، نزيدو طوماطيش، عندو حميصة، نزيدو
نزيدو التوابل. نزيدو زروبية. نزيدو طماطيش مصبرة. نخليو القرعه واللفت نديرهم في الاخر باسكو ما يشدوش بزاف طياب، وكان وليو نوجدو نبداو نحضرو في الطعام تاعنا كوسكوس. لاصوص صاي دوك يطيب. دوك نبداو نحضرو الطعام تاعنا كوسكوس. بون نديرو له شويه زيت، شويه ملح، نخلطو شويه باش يدخل له الزيت هكا بيان. الكسكس هذا يفتلوه في الدار. بعد كي يدخل له الزيت هكا نشمخوه بالماء. كي نشمخوه هكا نخليوه ينشف ونبداو نفورو. بعد ما فار الطعام تاعنا التفويره الاولى نقلعوه. نشمخوه شوية بالماء. نزيدو نحطو الخضرة تاعنا تكمل طيب. نحطو قرعة. نزيدو اللفت. نفتو كاع الطعام تاعنا هكا ونخليه شويه، من بعد نزيدو له تفويره زوجه. يعطيك الصحه شيف دغيا ساج ما عندي ما نقول. الريحه الله يبارك راهي شهي. ودوكا كي كنهضروا على اصل الكسكس كيفاش بدا واش معناتها كسكس، انا على حسب واش سمعت على حسب المعلومات تاعي انه الكسكس يقصدوا به الحبه تاع القمح ولا الحبه تاع الذره، هذوك يسموهم بالامازيغيه سكسو. وايضا يقولوا كسكس اي صوت اللي يديروا القدره البورما كي تكون تفور، هذاك الحس اللي يديروا اللي يسمعوا عليه الكسكس. بالك تكون سمعت بعض المعلومه. بما على حسب واش يهضروا تاع الناس تاع بكري. قالوا اكتشفوا في واحد البلاصه في اقبو في واحد الكهف
الكاوت ما هذيك اللي طحنوا بها سميد وكسكاس مكسر، يعني دوزاني استعملوا بهم الطعام. وفي الكسكاس هذاك لقوا مواد عضويه. داكو. وفي المواد هذو كي داروا عليهم العلماء داروا عليهم لي روشيرش لقوا خرجت حبات تاع القمح. يبدو حبات القمح. حبات القمح. وهذا ان دل على شيء فيدل على عراقه هذا الطبق في الجزائر، يعني حتى الحكاية هذه سمعت بها أنه يعني تولي عشرات ألاف سنين من قبل، يعني في العصر الحجري اللي صابوا هذه الأدوات اللي تدل على عراقة الطبق عندنا في الجزائر، حاجة نفتخر بها وحاجة نعتز بها. مشاهدينا الكرام، كان هذا طبقنا لها اليوم، مليان نقول لكم استنونا في عدد آخر مع رواية أخرى والصحة في طولكم.